عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وحبايب قلبي على السوشيال ميديا، حياكم الله جميعا وأسعد الله جميع أوقاتكم. عيلة الأكابر، اليوم رح نتحدث عن اير دروب موجود على منصة MXC Global. اتأكدوا انه تسجلوا فيها برابط صندوق الوصف المثبت على اليوتيوب. ان شاء الله ممكن تحققوا مكاسب كتير حلوة، الاف الدولارات، وايضا الى ايجابيات وايضا الى سلبيات رح نتحدث عنها من خلال هذا الفيديو التعليمي القصير. بس قبل ما ابلش بحب ذكرك ان كنت حابب تكبر محفظتك المالية وتدخل لعالم التداول بالطريقة الصحيحة، انضم لنا على رابط التليجرام المثبت بصندوق الوصف. خلينا نبلش، فوت فوتك يا معلم. طيب يا شباب، مثل ما لكم شايفين نحن داخل منصة MXC Global، مسقين حسابنا وامورنا كلها بخير. طيب نتجه على هذا الاعلان Hold MXC، شايفين كلمة Hold MXC، نفوت عليها. طيب يا شباب، بعد ما دخلنا على Hold MXC يعني هذا في اير دروب، بننزل لتحت بنلاقي في عملات عاطينا علينا اير دروب مثل سويم، مثل عملات جديدة مرة كانت آخر مرة كانت عملة اسمها مونيثا. يعني طبعا هي العملات ما بيهمك إذا كانت سكام ولا غير سكام، ليش؟ لأنه هنين عندهم ميزة كتير حلوة أنه أنت بدك تشتري 27 ألف حبة MXC، تمام؟ الحبة الواحدة اليوم حقها دولارين ونص، فمرتفع ارتفاعات كتير لأنه هيك عم بيربحوا الحيتان من هاي الاير دروبات. بيعطوك مثلا 926 ألف حبة من هاي العملة اسمها سوين، تمام؟ فلذلك أيضا إذا ما أنت معك مبلغ كتير كبير، أقل شيء لازم تشتري 1000 حبة MXC، تمام؟ بس تشتري 1000 حبة MXC بتعمل عليها كومنت MXC وبتحط الكمية كلها شباب MXC اللي معك، وبتحصل على اير دروب خلال 15 يوم. شو هي الكميه؟ الكميه الله اعلى واعلم، يعني بتكون كميه منيحه بس وقت بدك تبيعها شباب بتكون عامله العمله بمب، يعني ممكن تحقق منها مئات الدولارات والاف. طبعا 1000 حبه MXC حقها تقريبا بما يقارب ال 2500 دولار، تمام؟ طيب هي اول نقطه. النقطه الثانيه كمان بتقدر تعمل اير دروب على اليو اس دي تي، اذا حجزت 27000 حبه MXC فاحتمال انه تربح 50000 دولار يو اس دي تي، يعني 27000 حبه فيك تقول حقهم تقريبا بما يعادل ال 365000 دولار او 63000 دولار، تمام؟ فلذلك ممكن كمان ايضا تحقق منا مكاسب. هاي الحيتان الكبار موجودة معنا بالسوق بطريقة سهلة جدا. طيب شو السلبيات بالموضوع يلي موجودة؟ حقلك السلبيات الان الموجودة بالموضوع. طيب يا شباب، مثل ما بتعرفوا عملة MXC Global ارتفعت ارتفاعات مهولة، وهذا هو السبب الاير دروب، لانه في ناس عم تشتري من عملة MXC وتعمل اير دروب وتاخد الارباح، وعم تشتري مثل ما لكم شايفين شباب بملايين الدولارات، وحيتان بملايين الدولارات وتعمل عليها اير دروب او يو اس دي تي وتربح ملايين الدولارات مثل ما لكم شايفين كميات كبيره. النقطه السلبيه انه ممكن العمله تصحح وتهبط هبوط قوي، وايضا العمله ما لها ماكس سبلاي، يعني الفريق تبعها بيقدر يطبع كميات قد ما بده لانه ارتفعت ارتفاعات كثير كبيره عمله MXC. هي اول نقطه. كمان عمله MXC ممكن تلاقوها لها مستقبل كثير كبير هالمنصه، تمام؟ بس انا بشوف افضل منصه لحد الان هي منصه باينانس موجوده بيناتهم، وبتقدروا تحققوا منها مكاسب مثل ما لكم شايفين، يعني العمله مرتفعه كتير. فانت وقت تشتري عمله MXC يعني بتقريبا 1000 حبه بما يقارب ال 2700 دولار، فانت ممكن تخسر، تمام؟ اذا هبطت العمله، بس بتضل بتكسب من الاير دروب لانه كل يوم في اير دروب على MXC Global، كل يوم كل يوم كل يوم، فبتضل بتكسب من الاير دروب قد ما بدك كميات، وهذا الامر كتير حيكون ايجابي لك، تمام شباب؟ لتربحوا من الاير دروب، وانت ما بيهمك غير انه تاخذ هالاموال تربح فيها ورد تبيعها، تمام يا ابطال؟ ان شاء الله اكون وفقت بشرحي التعليمي لمنصه MXC Global والاير دروب تبعها، وكتير مفيد هذا الاير دروب لانه كتير في عملات حلوه عم تجي وعم نربح منها مكاسب. انا للامانه يعني ربحت كتير مكاسب كتير حلوه، حبيت شارككم بهالمعلومات هي. تمام يا عائلة الأكابر، لا تنسونا من الدعاء ومن اللايك والسبسكرايب، وخلينا نشوفكم برابط التليجرام المثبت بصندوق الوصف عنا بالجروب بأقرب فرصة. بقدر لك بالنهاية That is not financial advice but I'm always right. I'm always right. Stay safe and see you soon. Bye bye guys.